السلام عليكم ورحمة الله. المحاضرة الماضية كنا آخر إشي نحكي عن الـ Visibility Modifiers اللي هي Public و Private، وحكينا إنه الـ Public يعني يمكن الوصول إله، أو يكون إذا كان عندي Method أو Data Field معرف كـ Public بيكون يمكن الوصول إله من داخل Class أو من أي Class أخرى في نفس الباكيج أو في باكيج مختلفة. إذا كان في عندي ميثود أو داتا فيلد معرف برايفت، في هاي الحالة بيكون الوصول إله متاح فقط من داخل الكلاس المعرف فيها. طيب هون ممكن سؤال هيك ليتبادر لأذهاننا، إذا عرفنا داتا فيلد برايفت زي راديوس في الكلاس سيركل عرفنا برايفت، طب كيف الراديوس هذا ممكن أعرف قيمته؟ كيف ممكن الراديوس هذا اغير قيمته اذا كان برايفت، واذا بدي انشئ اوبجكت من الكلاس هذه في مكان اخر؟ في هاي الحاله راح نحتاج نعمل ميثود اسمه جيت. طبعا احنا مخيرين في الاسم، ولكن الاسم المتعارف عليه والمتداول اكثر شيء انه اسم يبدا بكلمه جيت متبوعا بالداتا فيلد، باسم الداتا فيلد. يعني مثلا راديوس جيت راديوس، وظيفته عادة هذا الميثود بيكون يعطيني قيمة لبرايفت داتا فيلد. وعندنا ميثود ثاني بيكون بيبدأ بكلمة set متبوعا باسم الداتا فيلد، زي مثلا set radius، هذا بيكون وظيفته تعديل قيمة الراديوس إذا كان الراديوس معرف كبرايفت. فراح نشوفها من الآن فصاعدا في معظم الأمثلة اللي راح نعملها، راح نعرف get كذا set كذا للاتريبيوتس او للداتا فيلدز كلياتها المعرفة في كل كلاس. طبعا كلمة get وكلمة set كلمتين متداولتين، وليست قاعدة انه يكون الاسم مبدوء بكلمة get او بكلمة set، ولكن حتى يكون برامجنا او الكلاسز اللي بنعرفها ماشي وفق النسق المتعارف عليه في لغة جافا، يفضل انه نستخدم نفس الطريقة او نفس النمط من التسمية. اوكي، لنشوف ايش اثر يعني تحديدنا لشيء public او private او بدون اي شيء. لان لو عندنا class اسمها C1 بدنا ننشئها في package اسمها P1، اوكي، وعرفنا في داخلها ثلاث data fields x y z، x public، y بدون شيء، z private. طبعا اللي بدون اشي في لها اسم اصطلاحي ديفولت، يعني هون الاكسسابيليتي public، هون الاكسسابيليتي private، هون الاكسسابيليتي ديفولت. اوكي، لان هون في عندنا ميثود اسمه m1 public، وميثود اسمه m2 ديفولت، وميثود اسمه m3 private. اوكي، لان عرفنا كلاس اسمها c2 برضو في نفس الباكيج، في باكيج p1، في داخل C2، في داخل الكلاس C2 أنشأنا كائن من الكلاس C1، أوكي، الكلاس C1 هذه الكلاس، هون أنشأنا كائن الريفرنس فاريبل اسمه O، هون أنشأنا الكائن. أوكي، هل هون بنقدر نوصل لإكس ولا واي ولا زد ولا لا؟ لا، نطلعوا we can access o.x. ليش؟ لأنه x is public، we can reach it from anywhere، from من نفس الكلاس أو من أي كلاس ثاني. we can access y، y default إذا ما كانش لا public ولا private محدد لهون بيكون default. default يمكن الوصول إله من نفس الكلاس أو من أي كلاس في نفس الباكيج. أوكي، إذا الإشي اللي بيكون default بيكون يمكن الوصول إله من نفس الكلاس المعرف فيها في داخل هاي الكلاس او في اي كلاس من نفس الباكيج. فعشان هيك هو انا ممكن نوصل لاكس، ممكن نوصل لواي، بس مش ممكن نوصل لزد. فهنا زد معرف في برايفت معناها فقط في داخل الكلاس نفسها، برا الكلاس ما بنعرفها، ما بنقدر نوصل لها. نفس الاشي بالنسبه للميثودز، وي كان انفوك m1، ممكن نستدعي m1 لانه public، ممكن نستدعي M2 لأنه في نفس الباكيج، بس مش ممكن نستدعي M3 لأنه M3 معرف private. أوكي، لأن نيجي هنا عندنا class C3 في باكيج ثاني،
لان في باكج ثاني انشانا نفس الشيء اوبجكت الريفرنس فاريبل له او من الكلاس سي 1 وي كان اكسس اكس. ليش؟ لانه اكس بابليك، بابليك معناها ممكن الوصول له من اي مكان. وي كانوت اكسس واي. ليش؟ لانه واي ديفولت، الديفولت ممكن الوصول له من نفس الكلاس او من اي كلاس في نفس الباكج، لانه سي 3 موجوده في باكج ثانيه، فما بامكاني اوصل لواي اللي موجوده في كلاس سي 1 اللي هو في باكج اسمها بي 1. اوكي، وي كانوت اكسس زد. ليش؟ لانه زد برايفت. اوكي، ممكن نستدعي الميثود ام 1 لانه بابليك، مش ممكن نستدعي الميثود ام 2 لانه ديفولت، والديفولت فقط يمكن الوصول له من نفس الباكج. مش ممكن نستدعي الميثود ام 3 لانه ام 3 برايفت، البرايفت ممكن الوصول له فقط في داخل الكلاس. واضح؟ اذا لما بدي اعرف داتا فيلدز او ميثودز ايش معنى بابليك، ايش معنى برايفت، ايش معنى عدم وجود شيء ديفولت، يعني واضحه؟ اتمنى ذلك. اوكي، the default modifier on a class restricts access to within a package and the public modifier enables unrestricted access. The default modifier يعني عدم وجود شيء بيكون الاكسس within the package من نفس الباكج، اذا كان public بيكون unrestricted يعني غير محدد غير مقيد، يعني ممكن الوصول من اي مكان. اوكي، an object cannot access its private members as shown in B. بينما it is okay however if the object is declared in its own class. لأن إذا الأوبجكت تعرف في نفس الكلاس اللي هو أو الكلاس المعرف منها يمكن الوصول للبرايفت attributes، بينما إذا كان الأوبجكت معرف في كلاس ثانية غير الكلاس اللي تعرف فيها مش ممكن نوصل للبرايفت attributes. خلينا نوضح هذا الكلام بالمثال. عندنا الكلاس C، أوكي، عرفنا كلاس اسمها C، في داتا فيلد اسمه X boolean private. لأن في داخل الكلاس C عرفنا main method، أنشأنا أوبجكت من C، تمام. هنا كله system.outprint الآن c.x، x نتذكر مع بعض انها ايش؟ private. هل هذا الامر مسموح؟ الجواب نعم، رغم انه x private، بس لانه الاوبجكت من الكلاس c تم انشاء وتم تعريفه في داخل الكلاس نفسها يمكن الوصول له. نفس الاشي بالنسبة للميثود، convert method private، هل بامكاني استدعيه مع object من الكلاس C إذا كان هذا الكلام في نفس الكلاس؟ الجواب نعم، لأن طلع، لأن هنا كلاس ثانية اسمها test أنشأت object C، تمام، من الكلاس C. okay. هل بإمكاني أستدعي أو أطبع قيمة الداتا فيلد X اللي له؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه C تم إنشاؤه في كلاس ثانية غير الكلاس اللي تم تعريفه فيها، تمام. وهنا توضيح له استخدام كلمة private وإيش التقييدات اللي بتفرضها علينا، بننتبه لها هاي. أوكي، ليش عادة الداتا فيلز الاتريبيوتس أو البروبرتيز بنعرفها private؟ في هدفين رئيسيين. الهدف الأول to protect data and to make code easy to maintain. كيف هذا الكلام؟ protection للداتا انه الاتريبيوتس لما تكون برايفت معناها الكلاسز الاخرى لا يمكنها تعديل قيمة الاتريبيوت الا من خلال الوسيلة اللي بتقدمها الكلاس نفسها. فيعني مثلا الكلاس سيركل حطينا احنا radius private، لو انشأنا سيركل اوبجكت في كلاس ثانية، في الكلاس الثاني ما بقدر اغير قيمة الradius إلا إذا كنت معرف ميثود اسمه set radius. في حال وجود ميثود اسمه set radius بإمكاني أغير القيمة الراديوس، بس إذا ما كان في عندنا ميثود اسمه set radius ما بنقدر نغير القيمة. السبب الثاني اللي هو حتى يصبح الكود أسهل لإجراء التعديلات أو للصيانة. كيف هذا الكلام؟ لأن إذا كان عندي الميثود set radius هو الوسيلة الوحيدة لتعديل قيمة الradius، فبعرف انه اذا بدي اجري اي تعديل بروح بعمل تعديل فقط على set radius. بينما لو كان ما فيش set radius وكان الradius public او كان الaccessibility له مفتوحة بامكاننا نعده من اي مكان، ساعتها في اي تعديل موجود عليه بدي اضطر اروح ابحث في
كلاسز الثانية وين في أوامر بتغير قيمة الراديوس وأعدل عليه، وهذا الأمر راح يكون أصعب على المبرمج، إنه إذا كل ما بده يغير شيء معين يبحث عن كل التكرارات أو المواقع اللي ورد فيها هذا الأمر. أوكي، يعني هون مثلا الكلاس سيركل عادة إحنا زي ما إحنا شايفين هون إنه الداتا فيلز بتكون طبعا في الـ UML، هاي الرموز زي ما حكينا سابقا من الـ UML، إشارة الناقص تعني private وإشارة الزائد تعني public. فعادة الـ attributes أو الـ data fields بتكون private والـ methods بتكون public في أغلب الحالات، طبعا مش قانون هذا ولكن في أغلب الحالات هيك، يوجد استثناء لهذا الأمر. كيف ممكن نمرر الأوبجكتس للميثودز؟ طبعا احنا حكينا سابقا عن الباسنج باي فاليو والباسنج باي ريفرنس، ووضحنا هذا هذول المفهومين وشو الفرق بيناتهم. بدنا نعرف الان انه اوبجكتس ار باست باي ريفرنس، والبريميتيف داتا فيلدز ار باست باي فاليو. اوكي، اذا الباسنج باي فاليو اللي بيتم تمرير نسخه من قيمه المتغير او نسخه من الارجومنت للباراميتر، الباس باي فاليو بيتم تمرير الريفرنس نفسه، فبصبح الباراميتر ريفرنس لنفس الاوبجكت اللي الارجومنت ريفرنس له. فهنا كمثال على هذا الكلام، لو كان عندي ميثود استدعيناه اوكي ومررنا له قيمتين انتجر وسيركل، الانتجر primitive والسيركل object، فهنا راح يكون عندي نسخة من قيمة الانتجر n راح يأخذها في الباراميتر، وهنا راح يصبح الباراميتر reference لنفس الobject اللي الargument، هذا الargument وهذا الباراميتر. أوكي، فراح يصبح في هاي الحالة الargument والباراميتر references لنفس الobject، بينما هون لا، القيمة تم تمريرها للباراميتر. فشو اللي راح يصير لو عملنا تعديل على قيمة المتغير تايمز 5 عملناها 50، راح تصير هاي 50 وهي راح تضلها 5. بينما لو عملنا اي تعديل على اشي مرتبط في الاوبجكت هذا من خلال الريفرنس الجديد هذا، راح يتغير تبعا لذلك اللي راح نشوفه مع الريفرنس اللي كان موجود في الارجمنت. هذا الامر حكينا عنه سابقا في المحاضرات الماضية بس لإعادة التذكير والتأكيد عليه. كيف ممكن أنشئ array of objects؟ بنفس الطريقة اللي بننشئ array of anything، يعني كيف كنا ننشئ array of integers، كيف ننشئ array of doubles، array of characters، ممكن ننشئ array of objects. الصيغة نفس الإشي، ده أنشئ circle array، النوع الأقواس، هذه أقواس الأري، اسم الريفرنس تاع الأري ونيو سايز تاع الأري. وبكون في هاي الحالة أنشأنا array of 10 circle object references، يعني هاي الأري راح تكون reference لعشر مواقع، كل موقع فيهن عبارة عن reference لcircle object. كيف ممكن أوصل للcircle object methods أو circle object attributes؟ بنفس الطريقة circle array of 1.getArea، هذا بيعطيني المساحة على السيركل اوبجكت الريفرنس تاعه موجود في الاندكس رقم واحد، وهكذا. اوكي، هاي اللي بصير الصورة التعبيرية عن الكلام اللي شفناه في المثال هذا. انشأ لي اري فيها 10 مواقع، كل موقع عبارة عن ريفرنس لسيركل اوبجكت. اوكي، لان immutable objects and classes، immutable معناها cannot be changed، يعني لا يمكن تعديل قيمته. هل بإمكاني أنشئ immutable object أو immutable class؟ الجواب نعم، إذا عرفنا في class معين الـ attributes أو الـ data fields عرفناها private وما عرفنا معهن set methods، في هاي الحالة بتكون الـ class immutable، يعني ما بإمكاني أغير قيمة الـ attribute لأي قيمة أي attribute لأي object من objects هذه الكلاسز. طبعا في classes immutable زي الكلاس string، إذا ذاكرين string class اللي استخدمناها كثير is immutable، يعني ما بنقدر نغير القيمة بعد إنشاء الكائن.